انا عامر منيب، كان نفسي ان انا اكون معاكم كلكم واشكركم كلكم واحد واحد واحده واحده. كل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم ليا. انا الحمد لله يعني بعيد عن الاشاعات وبعيد عن كل حاجه، انا الحمد لله عملت عمليه بس صعبه شويه في القولون، ولكن الحمد لله عدت والحمد لله بخير دلوقتي وباخد علاج. والعلاج برضو مش قوي قوي ولا حاجة، ولكن هو علاج حديث شوية في ألمانيا. وربنا يشفي كل مريض يا رب ويبعد عنكم كل حاجة. وبشكركم وإن شاء الله أشوفكم قريب ونتكلم معاكم كلكم إن شاء الله. بشكركم على دعواتكم، ربنا يخليكم ليا. عامر منيب.